صراحة ممتازة كانت عودة الألعاب. نعرف الغياب كان طويل منذ عام 2011 لم تقم هذه الألعاب، والآن الجزائر عادت لتقوم بدوري. بصراحة الدور ليس غريبا على الجزائر في لم شمل الأسرة العربية. اليوم شاهدنا حفل افتتاح رائع يعبر عن كل شيء، عن التكنولوجيا، عن التراث، عن حفاوة الاستقبال. الجمهور الجزائري كان رائعا اليوم، فيه من البساطة وفيه من المواكبة التكنولوجيا، جمع الاثنان معا. نتمنى طبعا أن تكون هذه المنافسة دون انقطاع، يعني لا بعد غياب 2015 و2019. الغياب كان غير مبرر إذا صح التعبير. لا يجب أن ننسى أن هذه البطولة قبل سنة فقط من الأولمبياد، وبالتالي فرصة ممتازة لكل الرياضيين للتحضر، لتحسين أرقامهم، تحسين الأداء واكتشاف الثغرات.